دور احداث المعرض دوره لانها عندها واحد اهميه كبيره. احنا دابا وقلنا واحد تقريبا ثلاث اسابيع على المعرض ودرنا عمر المعرض درنا كومبلي كيفي عدد ديال العارضين كبير. هذا كيدل على انه كل عارض راه عنده الزبائن ديالو اللي غادي يجيو. وزياده على هذا كاين اخواننا الافارقه اللي غادي يكون الحضور ديالهم مكتف، والفيدراليه ديالنا استدعاء عرضات وإلى بريونشار 70 ديال الناس اصحاب القرار في الميدان ديالنا اللي غادي يجيو من افريقيا. هادشي كله غادي يعطي واحد النمط ان شاء الله. المغرب كنظن اليوم انه بالنسبه للطاقه المتجدده راه فرض نفسه، لان اكبر حقل للطاقه المتجدده بالطاقه الشمسيه كاين عندنا في المغرب. ودابا كاين شركات مغربيه وكاين شركات اللي كتجي من 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 الخارج باش تساهم في هذا النهوض ديال هذا الميدان. في وهادشي كاينه اراده ديال صاحب الجلاله نصره الله، وكاينه وهذيك كاينه استراتيجيه ديال الحكومه لا من عند وزاره من الوزارات كاملين، لا من عند وزاره الصناعه ولا وزاره الطاقه، كلهم كيبذلوا جميع المجهودات باش هاد الصناعه ديال الطاقه المتجدده ان شاء الله تنمى في المغرب. ما عنديش، ولكن اللي نقول لك على انه كيفوق ب 50% العدد اللي كان في الدور الماضيه. انا هي اللي قلت لك دابا انها كتعرف جديد كبير من ناحيه الطاقه المتجدده والالكترونيك، وكيف يزو كذلك دوك المحاضرات كل فوروم المحاضرات اللي غادي يداروا اون مارش ديال هاد لو صالون على دي تيم كي سون بيان 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 سبيسيفيك لهذا الموضوع، واللي غادي تنور الناس على كل ما هو جديد في هذا الميدان. شكرا لك. بارك الله.